نركز في العنوان عشان نعرف بالضبط على ايش بدنا نبني. نقل المواد والعمليات الحيوية في الخلية. إذا بدي أعرف الخلايا بين بعضها كيف بتنقل المواد من خلية لأخرى، وأيضا بدي أعرف شو العمليات الحيوية اللي بتعملها هاي الخلايا. تمام؟ طيب يلا بداية رقم واحد، رح ندرس نقل المواد عبر أغشية الخلايا. إذا واحد، نقل المواد عبر أغشية الخلايا. طيب هلأ المواد اللي عندي اللي بتنتقل عبر أغشية الخلايا زي ما إحنا شايفين عنا، بنعرف يا مس كلياتنا إنه الخلايا بتحتوي لي على مواد مختلفة مثل الماء والأملاح والأكسجين. ركزوا معي عشان نحفظ. الخلايا بتحتوي على مواد مختلفة، من أهمها الماء والأملاح والأكسجين. تمام؟ طيب بحكي لنا هاي الخلية بتحتاج لهاي المواد، يعني الخلية بتحتاج للماء، بتحتاج للأملاح، بتحتاج أيضا للأكسجين، لكن بنسب متفاوتة حتى تضمن إنها تقوم بالعمليات الحيوية اللازمة لبقائها، حتى نضمن إنها تقوم بالعمليات الحيوية اللازمة لبقائها. طيب بحكي لنا بتنتقل هذه المواد من خلية لأخرى عبر إيش؟ عبر الغشاء البلازمي. إذا انتقال المواد من خلية لأخرى عبر إيش؟ عبر الغشاء البلازمي اللي درسناه الحصة اللي فاتت. إذا من الخلية الأولى بدنا ننقل ماء وأملاح وأكسجين للخلية الثانية عن طريق إيش؟ عن طريق الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي بيكون فاصل بين هالخليتين بنتقل المواد من خلالها. إذا الهدف من انتقال هاي المواد من خلية لأخرى هي إيش؟ إنه نحافظ على الاتزان الداخلي للخلية. إذا الهدف من ذلك إنه نحافظ على الاتزان الداخلي للخلية. فإحنا بنحكي الخلية بتحتاج ماء، أملاح، أكسجين. لو إنه نسبة المي قلت فيها شو حيصير فيها؟ جفاف. فإحنا بنحكي لا، بدنا نحافظ على نسب هاي المواد حتى تحافظ على اتزانها الداخلي وتضل هالخلية فيها نسبة ماء محددة ومناسبة، نسبة أكسجين محددة ومناسبة، ونسبة أملاح محددة ومناسبة حتى تحافظ على اتزانها الداخلي. طب لو إجيت وسألتك شو يعني الاتزان الداخلي؟ بنحكي الاتزان الداخلي هو ثبات بيئة الخلية الداخلية من أجل أداء وظائفها بكفاءة. إذا الاتزان الداخلي هو ثبات بيئة الخلية الداخلية من أجل أداء وظائفها بكفاءة. تمام؟ إذا لما أجي أحكي لك شو هو الاتزان الداخلي بتحكي لي مثل الاتزان الداخلي هو نفسه ثبات إيش؟ ثبات بيئة الخلية، يعني نسبة المي بالخلية أو نسبة الماء بتضلها ثابتة، نسبة الأكسجين بدها تضلها ثابتة، نسبة الأملاح بدها تضلها ثابتة حتى تستطيع الخلية بالقيام بالعمليات الحيوية المختلفة على أكمل وجه. طيب لو إجيت حكيت لك شو هي الطرق اللي بتنتقل فيها المواد من خلية لأخرى؟ إذا ما هي الطرق التي تنتقل فيها المواد من خلية لأخرى؟ الطرق المختلفة ممكن أجي أسألك ما هي طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي؟ تحكي لي واحد، الانتشار، اثنين، الخاصية الإسموزية، ثلاثة، النقل النشط. إذا هم ثلاثة، النقل النشط، الخاصية الإسموزية، الانتشار. تمام؟ إذا هم ثلاث طرق لانتقال المواد عبر الغشاء البلازمي. تمام؟ طيب لو إجيت بدنا نعيد شو أخذنا من بداية الحصة. الخلية بتحتوي على مواد مختلفة، من أهم هاي المواد ماء، أملاح وأكسجين. تمام؟ طيب هلأ الماء والأملاح والأكسجين بتحتاجهم الخلية بنسب متفاوتة حتى تحافظ على قدرتها لأداء العمليات الحيوية على أكمل وجه. تمام؟ تمام.
بتنتقل عندي المواد المختلفة بين الخلايا عن طريق الغشاء البلازمي. كمان الهدف من انتقال المواد من خلية لأخرى عبر الغشاء البلازمي هو الحفاظ على الاتزان الداخلي للخلية. وحكينا شو هو الاتزان الداخلي؟ نحكي الاتزان الداخلي هو ثبات بيئة الخلية الداخلية حتى تقوم بجميع وظائفها وجميع العمليات الحيوية على أكمل وجه. طيب لو اجيت وسألتك ما هي طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي، شو بتحكي لي؟ بتحكي لي يا مس أمي ثلاث طرق. الطريقة الأولى الانتشار، الطريقة الثانية الخاصية الإسموزية، الطريقة الثالثة النقل النشط.